السلام عليكم. اليوم نروح للمنطقة تاع الأعمال تاع باب الزوار، وسوف نقف على كل المشاريع الموجودة في هذه المنطقة، وننطلق من الجهة نتاع طريق السيار نتاع الدار البيضاء نتاع المطار. إذن هنا أمام طريق السيار، إذن هنا نبدأ نشوف أولا من جينا هذه من الجهة اليسرى عند المقر نتاع الجيري تاع الخطوط الجوية الجزائرية، ثم عندنا هنا المقر نتاع بي ان بي باريبا، ثم عندنا من هي من جهة هنا عندنا ايجل ازور، ثم كذلك عندنا هنايا نشوف مقر موبيليس بالازرق، وهنا نشوف ثلاثة البنوك الموجودة هنايا، عندنا السلام بنك وبدر بنك، ثم البنك البركة، وفي الجهة المقابلة عندنا سوسيتي جينيرال هنايا، وهذا هنا هذه الأوعية العقارية الأشغال بدأت فيها، لكن مازال راهي في البداية. الآن هنا نزيد نشوف شركة أطلس هنايا، ثم شركة تاع القصر هذه ناتيكسيس بنك، اسمها ناتيكسيس بنك، ثم عندنا من هنا عندنا شركة الصندوق الوطني للسكن، ثم عندنا هنايا المقر نتاع الفيدرالية نتاع أرباب العمل، ثم هنا عندنا مقر فاديركو شركة فاديركو، وهنا عندنا شارع رئيسي هنا يتوسط المنطقة هادية، وهنا عندنا مدخل رئيسي من هنا، وهنا كذلك من الجهة هذه عندنا مدخل يؤدي إلى طريق السيار نتاع الدار البيضاء. في المنطقة الثانية هنا لاحظ أنه هنا في المنطقة هذه اللي راهي هنا بالفيولي هنايا كلها منطقة مخصصة للحظيرة الحضارية لبارك أوربا، إذن حديقة كبيرة هنا سوف يتم إنشاؤها، وهنا عندنا فصل نتاع المركز التجاري نتاع باب الزوار. من هنا عندنا نشوفوا عندنا البنك الجزائري من هنا، وكذلك بنك سيبيا من هنا، ومن الجهة هذه عندنا شركة ميدياتون هذه تبع، وعندنا البنك الجزائري الخارجي من هنا، ثم عندنا مشروع هنا سي ام سي جي ام، هذه شركة أجنبية مختلطة للتصدير والاستيراد، ثم عندنا هنايا شركة أخرى شور سيل، إذن وكذلك هنا عندنا مقر شركة التأمينات اس ا ا. هنا بالأصفر عندنا فندق الأصفر، عندنا ثلاث فنادق، عندنا فندق إيبيس وفندق نوفوتيل، وكذلك هنا عندنا فندق ميركير من هنا فندق ميركير، وهنا نلاحظ الطريق اللي يدي إلى نحو الجامعة تاع باب الزوار، ومن هنا عندنا مركز تجاري كما قلنا تاع باب الزوار، وعندنا المركن أو موقف السيارات تابع للمركز التجاري، وهنا عندنا كما شفنا المساحة هذه مخصصة للحديقة التي تم بناء بداية الأشغال بها هذا البارح. إذن وهنا نشوف نروح نشوف عندنا هنا عندنا المساحة مخصصة لفندق ماريوت، إذن هذا هو فندق ماريوت هنا، عندنا المقر أو الفندق فندق إيدين ستوب هنا، وكذلك هنا مقر نتاع شركة وكالة آن سريف التي تتابع أشغال سلك الحديدية، وهنا المنطقة هذه راهي منطوقة فيها يعني ستان ديبو
نتاع الأشغال نتاع العتاد نتاع الأشغال العمومية، وهنا نشوفوا الورشة نتاع المحطة نتاع المترو نتاع باب الثوار حي الأعمال. إذن هذه هي المحطة تاع المترو الأنفاق نتاع حي الأعمال اللي راهي تقابل، إذن تقابل مركز تجاري وكذلك تقابل فندق ماريوت. نزيد نشوف هنا، نزيد نروح نشوف هنايا، هنا كذلك فيه مقرات تاع نافطال هنا وألفين بوس، وكذلك هنا أليونس أسيرونس اللي راها قيد الإنشاء، وكابي جي ام هنا كذلك. وهنا نشوف من جهة هذه هذا المقر الرئيسي نتاع مركز الأعمال نتاع الصيني The Oriental Business Park، هذا هنا كله هنايا. إذن ومن هنا عندنا هذه، هنا من جهة هذه عندنا الجامعة نتاع باب الزوار، وهنا الطريق اللي يفصل الجامعة بالمقر بالمنطقة نتاع الأعمال. إذن هذه هي كل المشاريع اللي راهي موجودة حاليا في منطقة باب الزوار. وكان هذه الصورة تعود قديمة شوية، لأنه فيه بعض الأشغال انطلقت في الأوعية العقارية اللي ما زالت. إذن هذه هي نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.